رحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، واستكمالا للإنجازات التي تمت في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإنجازات التي تمت في السنوات الست الماضية والتي تعتبر فعلا إعجازات وليست إنجازات. إنجازات تمت ما حصلتش في مصر من 50 أو من 60 سنة. احنا طبعا في الفقرة الأولى اتكلمنا عن الإنجازات في المجال الزراعي، النهاردة هنتكلم بقى عن الإنجازات في المجالات الأخرى. لذلك يسعدني أن أرحب بضيفي وضيفكم في هذه الفقرة، السيد العميد محمد يوسف، عضو الهيئة العامة بمؤسسة القضاء والمحاضر بالمجلس الوطني للتدريب والتعليم. برحب بحضرتك يا محمد بيه. أهلا وسهلا يا فندم، سعيد بوجودي مع حضرتك وأنا متشكر على هذه الدعوة الكريمة. بشكر حضرتك وبشكر فريق الإعداد جدا على هذه الحلقة الجميلة، وأتمنى أن أنا أكون على نفس مستوى المحاور إن شاء الله. يسعدنا يا فندم، وإحنا يعني أنا على المستوى الشخص سعيد أن حضرتك معايا في ربنا يخلي هذا حضرتك البرنامج. ربنا يخلي حضرتك. إحنا كان معايا في الفقرة الأولى، الفقرة الحوارية الأولى، الدكتور خليل المالكي، وتكلمنا عن بعض الإنجازات لأن الوقت الحقيقة لا يتسع أن إحنا نسرد كل الإنجازات. تكلمنا عن بعض الإنجازات في المجال الزراعي. أنا حابب من حضرتك توضح لنا الإنجازات في المجالات الأخرى، طبعا مجالات عديدة جدا. تفضل. طيب خلينا نبتدي، أنا دايما بحب أبتدي بكلمة لازم أرجع ورا شوية. تفضل. كلمة الزعيم الراحل محمد أنور السادات عندما قال نصا: سوف يجيء يوما نجلس فيه لنقص ونروي ماذا فعل كل منا في موقعه، وكيف حمل كل منا أمانته وأدى دوره. تمام. كيف خرج الأبطال من هذا الشعب ومن هذه الأمة ليحملوا مشاعر النور وليضيئوا الطريق حتى تستطيع أمتهم أن تعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء. هذه الكلمة أنا بعتبرها نبراس لكل المصريين، لازم يبقى المصريين مطمئنين تماما أن هذه الدولة إن شاء الله في حفاظ إلى يوم الدين، بدءا من المشاعر التي أضيئت سنة 52 ثم 71 وما حدث في 71 حتى 81 وكم الإنجازات اللي حصل في هذه الفترة، ثم أشعلت مرة أخرى سنة 81 لحد يمكن 2011، ثم المشاعر اللي شالها المجلس العسكري، المشاعر اللي شالها الخلوق المحترم سيادة المستشار عدلي منصور، ويأتي المشعل الأخير اللي احنا فيه، الإنجازات التي تمت في الدولة المصرية خلال هذه الفترة. خلينا نقول يا فندم ان زي ما حضرتك نوهت ان عندنا كم هائل من الإنجازات بل الإعجازات بكل المقاييس. حجم التهديدات اللي كان على مصر كان ضخم جدا، وكان يعني ممرش على مصر قبل كده هذا الكم من التحديات. مصر فاقت في 2013، لما فاقت اتخذت العديد من القرارات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاقتصادية، كم غير عادي من القرارات. ليه؟ علشان تعمل حاجتين أساسيين: رقم واحد الحفاظ على وحدة الأرض وسلامة الأرض المصرية، رقم اتنين زيادة وحدة النسيج الوطني في هذه الدولة. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في تثبيت أركان الدولة في أهم المراحل. طيب تم وضع خطة دقيقة ومدروسة على أعلى مستوى علشان تنفذها الدولة المصرية خلال الفترة، وبانت في هذه الفترة كالعادة أصالة الشعب المصري ونقاء المعدن بتاعه. هذه الخطة اتعملت على مدار الست سنوات اللي فاتوا، بدأت بتنمية محور قناة السويس، وعلشان أتكلم على محور قناة السويس ده عايز له يعني حلقة لوحده. قناة السويس تم تطويرها بشكل غير عادي لأنها أحد المشروعات القومية يعني التي تدر عائد على مصر، أحد أهم الروافد طبعا بالنسبة، وتم تحويلها المصري إلى مركز ملاحي عالمي بالتطوير اللي حصل. خلال قناة السويس أنشأنا كم هائل من الطرق والكباري والأنفاق تتعدى 5000 كيلو، وده إنجاز غير عادي وغير مسبوق يمكن على مستوى أي دولة في العالم. تم تطوير إنجاز. سيادة العميد عاوز أوضح أنه إنجاز في التنفيذ وفي التوقيت وفي الوقت، بالتأكيد برضو علشان الناس تبقى بالتأكيد طبعا. يا فندم ده يكفي أن قناة السويس كان المفروض أن مرصود ليها 3 سنوات وخلصت في سنة واحدة بس، ده إعجاز مش إنجاز. زي ما اتكلمنا على الطرق، حتى شبكة
السكك الحديدية تم تطويرها خلال الفترة ديت بشكل غير عادي وبقت على مشارف الخريطة العالمية. هنبتدي نبص على أهم وأصعب تحدي واجه القيادة السياسية ألا وهي العشوائيات. تم بناء أكثر من يمكن 1,000,000 وحدة سكنية علشان يعني نبتر ما يسمى بالعشوائيات ونعمل مدن سكنية أدمية للناس. أكثر من 1,000,000 وحدة ليه؟ علشان ننتقل بنقلة حضرية محترمة وفي نفس الوقت نجابه الزيادة السكانية. كمان أنشأنا أكثر من يمكن 20 مدينة جديدة على مستوى مصر علشان نعمل عملية تخفيف للزيادة السكانية في المدن القديمة وننقلها إلى المدن الجديدة. وطالما ان احنا بنتكلم على المدن لازم نذكر المدن الصناعية اللي تم افتتاحها خلال هذه الفترة. عندي مدن صناعية كتيرة اتفتحت في مصر بس انا هذكر اهمها اعتقد كانت المدينة الصناعية للجلود في الروبيكي وكمان المنطقة الصناعية في وسط سيناء ومدينة الأساس في دمياط. في دمياط مدينة غير عادية تم حل كل بالزبط. مشاكل المستثمرين مليارات مليارات بتنفق علشان هذه المشاريع. خلينا نتكلم أدام بنتكلم على الصناعة أنا مش هقدر أتكلم على الزراعة خلاص الدكتور قبل الحلقة على طول وضح الكلام ده لكن كان عندنا يعني طفرة غير عادية وغير مسبوقة في مجال الزراعة والصرف الصحي والمية والطاقة. لو اتكلمنا على مجال الصحة وكان من أخطر المجالات مجال الصحة نجحنا بفضل الله وتوفيقه في القضاء على فيروس سي تماما وهو كان أعنف الفيروسات اللي موجودة عالميا لحد ما ظهر كورونا أخيرا. ده احنا كنا الدولة رقم واحد تقريبا في الإصابة بفيروس سي بالتأكيد لكن الحمد لله احنا انتهينا تماما من فيروس سي. كمان عملنا النموذج على فكرة بتاعنا يا سيادة العميد نموذج يحتذى به في بعض الدول وبالفعل هي المنظومه اللي تمت للقضاء على فيروس خلينا وبصفة نقول خاصة ده فندم ده انجازاتنا كمان مش في مصر ده امتدت لافريقيا بالتاكيد بالنسبه لموضوع فيروس والدول العربيه كمان بالظبط مش يعني مش افريقيا يعني بس للدول حاجة العربيه حاجه تفرح والله والله حاجه تفرح بالتاكيد فضل. فكان الصحه كانت يعني سباقه كعادتها اتعمل فيها انجاز غير عادي زي ما قلنا فيروس سي قضينا عليه تماما. عملنا انشاء لمصانع الادويه وفرنا الانسولين المحلي وفرنا بعض اللقاحات وبعض الامصال المهمه جدا وبعض الادويه المهمه جدا اللي بيستخدمها دايما المواطن المصري. ده في مجال الصحه. لو جينا اتكلمنا على مجال السياحه اتعملت خريطه دقيقه جدا وكانت ايجابيه خصوصا بعد احداث 2013 علشان يتم عمليه جذب للسائح الاوروبي او السائح بشكل عام على مستوى العالم. وطورنا كمان في هذه السياحه من السياحه الشاطئيه الى السياحه البيئيه والسياحه العلاجيه. مشروع كبير جدا جدا احنا استخدمناه. مش هنسى موضوع المطارات. احنا انشانا 5 مطارات عالميه جديده بالاضافه لان تم وضع خطه لاعاده إعادة تطوير لكل المطارات في مصر. إنجازات كبيرة جدا جدا تمت خلال الفترة المفروض إن احنا نقعد أسابيع علشان نتكلم فيها لكن الكلام دوت ما كانش من فراغ. خلينا نتكلم على إن سيادة الرئيس أول ما مسك السلطة كان لديه قرار أن يتم تحرير القرار المصري والإرادة المصرية من أي هيمنة كان من المفترض انها تعمل سيطرة على مصر خلال هذه الفترة. حرر تماما هذا القرار وحررنا تماما ارادتنا. بالفعل احنا شعب جبار وبالفعل نمتلك شرطة وجيش حرمت على ارحام نسائهم انجاب غير الرجال. اكيد يمكن برضو من العناصر المهمة تنويع السلاح يا سيادة العميد على مستوى يعني دلوقتي عشان تحرير القرار زي ما حضرتك قلت احنا دلوقتي تنويع السلاح من كل دول العالم ده ما كانش موجود على الاطلاق قبل كده. يمكن كان المصدر الوحيد لتسليح الجيش المصري كان قبل كده طبعا السلاح الروسي وحضرتك تعلم قبل 67 بعد كده كان السلاح الامريكي دلوقتي كل دول العالم يعني طبعا بالفعل. لو هنتكلم بقى على الغواصات وحاملات الطائرات اللي من دول مختلفة سواء كان فرنسا سواء كان إيطاليا سواء كان غيره يعني شيء مبهر وشيء عظيم
وكان في نفس الوقت اللي الرئيس بيعمل فيه ده الناس تقول لك هو عمال بيجيب طيارات وعمال بيجيب غواصات وعمال بيجيب حملات طيارات ليه؟ انا عاوز حضرتك ترد على السؤال ده ليه؟ علشان الظروف اللي احنا عايشينها دلوقتي. بالتاكيد احنا جبنا نوعنا مصادر السلاح على مستوى مصر بالكامل، وبقينا نستورد يمكن من اكتر من 8 دول علشان مصر ما يتحطش زي ما بيقولوا صباعها تحت ضغط معين. عندنا حدود بحريه غير عاديه سواء على البحر المتوسط او البحر الاحمر، يمكن هنا 950 هنا 1200 كيلو متر، عندنا يعني مساحه كبيره جدا جدا، عندنا كم هائل من الثروات في مصر سواء في الجبهه الغربيه عندنا او في البحر المتوسط. يعني النهارده احنا عندنا كم هائل من هذه الثروات اللي يجب الحفاظ عليها وحمايتها. القوات المسلحه وده عهدها دايما، نحن لم نعتدي على احد ولن نعتدي على احد، ولكن قوه الردع عندنا مطلوبه علشان الحفاظ على هذه المقدرات الاقتصاديه الرهيبه. احنا مش دوله سهله ومش دوله بسيطه، عندنا كم هائل من المشروعات، عندنا كم هائل من الثروات، عندنا تهديدات كتيرة جدا، فيجب أن يكون هناك قوة رادعة لكل من تسول لنفسه الاقتراب من هذه الأماكن. خليني أنتقل لنقطة مهمة اللي هي حفر قناة السويس والافتتاح الثاني للقناة بعد طبعا العبور العظيم في 6 أكتوبر 73. الافتتاح الرئيس السادات الزعيم الراحل محمد أنور السادات أصر أنه يعمل افتتاح لقناة السويس في 5 يونيو 75 أعتقد. تمام. ليه اختار 5 يونيو بالذات يعني ليه اختار هذا التاريخ اللي هو كان مرتبط في أذهاننا بنكسة 67؟ طيب احنا لازم نوضح الموضوع ده لأن الموضوع ده كبير جدا، وزي ما احنا اتكلمنا وقعدنا نشكر في شعب مصر هذا الكلام ليس لدغدغة المشاعر ولكن علشان نعرف قد إيه احنا شعب جبار حقيقي. في يونيو 67 تم غلق المجرى الملاحي لقناة السويس، وامتلأت القناة بالسفن الغارقة والقاطرات وكم هائل من الألغام وكم هائل من الكتل الخرسانية، حاجات يندى إليها الجبل، بالإضافة إلى أن هذا العدوان الغاشم دمر كل المباني الإدارية الخاصة بالمجرى الملاحي في كل من بورسعيد والسويس والإسماعيلية، كل يعني كل تدمير للمشروع بالكامل، تدمير بالزبط. كامل لهذه المنطقة. بعد ما حققنا النصر المدوي في 73 أصبحت القيادة السياسية في هذا التوقيت برئاسة الزعيم الراحل الشهيد محمد أنور السادات في مفترقين مهمين جدا يجب تنفيذهم. رقم واحد إجراء المحادثات بشكل أوسع حتى يتم استرداد كامل الأرض اللي تمت في نهاية 29 مارس سنة 1989 باسترداد طابة. والمحور الآخر هو تطهير قناة السويس. القيادة السياسية في هذا التوقيت كانت بين تحديين في منتهى الأهمية. طيب سيادة الرئيس محمد أنور السادات رحمة الله عليه ادى إشارة البدء في تطهير قناة السويس وبالأيدي المصرية المحترمة اللي احنا دايما بنعاهدها في مثل هذه المواقف، الوقوف دائما وأبدا سندا وجانب الدولة المصرية مهما كانت التحديات. وبالفعل بدأ تطهير المجرى الملاحي من السفن الغارقة ومن القاطرات والكتل الأسمنتية، كم الهائل من الألغام، بقايا الطائرات، حاجات كتيرة جدا ابتدت السواعد المصرية تشتغل 24 ساعة كاملة زي ما احنا دلوقتي بنعمل، لحد ما تم تطهير قناة السويس وإعادة بناء المنشآت على ضفتي القناة بما تخدم إحياء المجرى الملاحي الجديد، وانتهت بعزيمة المصريين في أقل من عام. بمعنى أن طرح على السيد الرئيس أن قناة السويس أصبحت الآن أنظف مجرى ملاحي موجود على مستوى العالم، ويبقى تحديد ميعاد افتتاحها. لدينا رئيس يمتلك من الدهاء والذكاء والحب والعشق فعلا للمصريين غير عادي. لما هذه الأطروحات اتحطت أمامه على المائدة
اختار أن يكون هذا التاريخ هو يوم 5 يونيو رقم واحد لمحو آثار الهزيمة التي كانت في يونيو 67، رقم اثنين إرسال بسمة وإرسال أمل وإرسال بهجة للمصريين أن يتم إعادة إحياء 5 يونيو كيوم بتحتفل به المصريين بافتتاح قناة السويس. ولازم أذكر، معلش أنا هذكر لحضرتك الكلمة اللي قالها، افتتاح قناة السويس تم في وسط احتفالية عالمية غير عادية، ونقلتها يمكن كل وسائل الإعلام العالمية. وفي هذه الافتتاحية قال كلمة مقتضبة قصيرة ولكن لها عمق تاريخي كبير. قال فيها إيه؟ عشان هي الكلمة فلازم تتقال. لا هي كلمة تاريخية. أيوة فعلاً. قال باسم مصر نفتح قناتنا شريانا للرخاء، شريانا للسلام، شريانا للمحبة. رحم الله الشهيد محمد أنور السادات. ولكن بعد إذن حضرتك لازم أستكمل هذه الجزئية بما قام بتنفيذه السيد المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عندما قام بإصدار تعليماته بتطوير قناة السويس. ولازم نقرأ الرسالة بتاعته بدقة اللي مشابهة للسيد الرئيس، ولكن هناك إنكار للذات في هذه الرسالة. لما قال تحديدا يوم 5 أغسطس سنة 2014 لما إدى إشارة البدء لقناة السويس، قال فيها باسم شعب مصر واستكمالا لمسيرة أجدادنا. شوف حضرتك هنا بين هلالين كيف يتم إنكار الذات. طبعًا. ومتوكلا على الله نأذن نحن عبد الفتاح السيسي ببدء حفر قناة السويس لتكون شريانا للخير اللي هي قناة السويس الجديدة. أيوة. وللعالم أجمع. حفظ الله مصر وشعبها العظيم. أهميتها إيه فن؟ تحيا أهمية مصر. قناة السويس تحيا الجديدة مصر. تحيا أهميتها مصر. إيه؟ لأن برضو الحقيقة كان في حرب نفسية وشائعات في ذلك الوقت ضد هذا العمل الجبار. طيب. بنحفر ليه قناة تانية؟ ما هي القناة دي موجودة وليه والفلوس بالرغم ان هي تم حفرها باموال المصريين بالتاكيد. ويمكن كانت الناس، على فكره الشعب المصري ده شعب عظيم يا سياده العميد. طبعا يا فندم طبعا. بيظهر معدنه الحقيقي وقت الازمات. تاكيد. لما السيد الرئيس عرض اتجمعت المليارات في اقل من اسبوع. برضك علشان نتكلم على تحرير الاراده السياسيه وعدم يعني وضع مصر في مكانه قد تكون اقل من قيمتها المعهوده. السيد المشير عبد الفتاح السيسي في البداية خالص طرح على المصريين ان احنا عايزين نعمل قناة السويس، وبالفعل هذا الشعب الجبار، هذا الشعب الجبار قام بتجميع اكتر من 65 مليار جنيه مصري في خلال اسبوع علشان يبني قناة السويس الجديدة. قناة السويس الجديدة انا هتكلم فيها مش بالتفاصيل اللي احنا عايزين يعني نقولها، لكن هندمجها في حاجة بسيطة جدا. القناة ديت تم تطويرها من خلال انها زي ما بيقولوا كده عايزين نخليها حارتين ببساطه علشان نتكلم كده بحاجه كده بسيطه، اتجاهين. وده طبعا يعني عمل شاق وعمل رهيب. هذا العمل رقم واحد فتح مجال لمئات الالاف من برضو المصريين. قبل نقطه اتجاهين عشان نوضحها، لان قناه السويس القديمه اللي هي الاصليه كان صعب ان السفن يمشوا في اتجاهين. أيوة. لازم القافله اللي جايه من الشمال تمر والجنوب تستنى وبعد الجنوب تمر والشمال تستنى وهكذا. ده بالتاكيد. لكن هذه القناه لما يعني تم تطويرها بهذا الشكل عمل عمليه تقليل لعدد الساعات في السفن الراسيه من 11 ساعه ل 3 ساعات. وعمل تقليل للزمن اللي بتمشي فيه السفن جوه خط القناه من 20 ساعه ل 11 ساعه. الكلام مش بالساعات. الكلام بالوقود، الكلام بالايام، الكلام بالمجهود اللي بتقوم بيه هذه السفن، تكلفة. والتكلفه تكلفة. الغير عاديه. فاحنا طبعا وفرنا حاجات كتيره جدا. بالاضافه لان هذه القناه فتحت افاق جديده للعمل، مئات الالاف من المصريين راحوا مشتركوا في هذه القناه علشان يعيدوا بنائها بهذا الشكل الحضاري الجميل. كل المواني اللي موجوده على قناه السويس
تم تطويرها بالشكل المواكب للمواني العالمية، بدءا من قناة السويس، بدءا من بورسعيد، فالإسماعيلية، فالسويس، من السخنة، من الأدبية، وتم تطوير المطارات كمان اللي هي في السخنة، واللي هي من السخنة الجوي والمطار الجوي اللي في السخنة. احنا طورنا حاجات كتيرة جدا جدا بسبب قناة السويس. مش عايز اتكلم بقى على مشاريع الثروة السمكية اللي اتفتحت هناك، الخدمات اللوجستية اللي بتتقدم للسفن، لان خلاص دلوقتي انت بقيت في 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 مرحلة ان انت كمان تقدر تقدم هذه الخدمات بمنتهى الأريحية. مش يعني فتحت آفاق جديدة لمشاريع اقتصادية ضخمة جدا، واللي من خلالها تم تصدير هذه البضائع. فاحنا بنشتغل على محور قناة السويس ده، او عايزين نتكلم على قناة السويس ده، احنا بنتكلم على اهم مشروع قومي لمصر، خلق فرص عمل بقى. هي فرص العمل، احنا اتكلمنا على ان مئات الالاف من الشعب المصري اشتغل في هذه القناة في هذا التوقيت، غير العملة الصعبة، غير لسه هقول لحضرتك، وخلي بال حضرتك زيادة الدخل القومي، زيادة الدخل، أو دخل قناة السويس. وخلي بال حضرتك ان دخل قناة السويس يعني الفرضية الـ 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 او الرؤية ان في 2023 ان شاء الله هيكون العائد من قناة السويس يتعدى ال 100 مليار دولار في السنة، وده مبلغ ضخم جدا 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 يعني اوجدته قناة السويس الجديدة. خلينا نتكلم سيادة العميد، ودايما احنا وده احنا عايشينه ولمسينه، انه مع كل انجازات نواجه بحرب نفسية ضخمة جدا، مع كل انجازات نواجه بشائعات لا حدود لها، مع كل انجازات يطلع لنا كده ناس يعني زي ما بيقولوا بالبلدي عاوزين يخفوا هذه الانجازات بحيث يضللوا الشعب المصري. يعني تقييم حضرتك للوضع ده ازاي، وازاي نقول للناس وللشعب المصري خدوا بالكم، لان فعلا مصر مستهدفة، مصر مستهدفة وستظل مستهدفة. هو ده قدرنا على فكرة، يعني ده مش جديد، ده قدرنا في كل العصور وفي كل الأزمنة، مصر مستهدفة، ناخد بالنا من ده. اتفضل. بالتأكيد الحرب النفسية هي أحد أقذر الحروب على وجه الأرض. الحروب النفسية. علشان كده دايما بنقول للمصريين الوعي الوعي الوعي، أرجوكم خلي بالكم من كل حاجة بتظهر قدامكم. هذكر مثل على سبيل المثال وليس الحصر، وبعيدا تماما مع الفارق في التشبيه. هناك عالم أمريكاني اسمه ويليام ماير، ده كان محلل نفسي دقيق جدا، وحاجة كده من اللي بيفتخروا بيه الأمريكان في هذه النواحي العلاجية. عمل دراسة اسمها أعقد حروب أو أعقد الحروب على الإطلاق هي الحروب النفسية. هذه الدراسة خرجت ليه؟ في الحرب الكورية الأمريكية حصل في أسر ضخم جدا لعدد كبير آلاف من الجنود الأمريكان في هذا التوقيت، ولكن وجدوا أن حالات الوفاة داخل هذه السجون غير مسبوقة بالمرة على مستوى العالم كله، وهي وفاة طبيعية ليست تحت تعذيب أو الحاجات دي كلها. طيب الدراسة اتعملت ليه؟ عملوا دراسة الأول على السجون، عملوا دراسة على السجون، لقوها طبقا للمواصفات العالمية المثالية المنصوص عليها. يعني ما فيهاش مشكلة. ما فيهاش أي مشكلة. مخيمات. الراحة التامة للجنود موجودين. ورعاية صحية. رعاية صحية. ورعاية يعني رعاية خاصة بالأطعمة، بكل الحاجات اللي بيطلبها الأسير هي موجودة داخل هذا المكان. حتى الأسوار ما كانتش عالية. يعني من السهل جدا ان اي حد يهرب، بس اللي هيهرب يروح على فين؟ مفيش طبعا ايه يعني فكل هذه الوسائل من الراحه، ومع ذلك كان في حالات وفاه غير عاديه في هذه الفئه من الجنود. طيب ده كان نتيجه ايه؟ ان الكوريين، وهحط عليها على طول قدامها، تساوي الاخوان واذنبهم والدول اللي بتمسند دي. الكوريين قاموا باعداد دراسة دقيقة وخريطة اللي من شأنها يدمروا نفسية هذه الجنود. بمعنى انتهجوا ثلاث حاجات أساسية في هذا التوقيت. رقم واحد،
إذاعة الأخبار السيئة دائما وأبدا على الدولة الولايات المتحدة الأمريكية. كل الأخبار السيئة بتتذاع قدام هؤلاء الجنود وبتتقال قدام هؤلاء الجنود. الأمر اللي من شأنه أن الجنود حست أن هذه الدولة العظيمة الضخمة لن تقوم بفعل أي شيء بالنسبة لها، لا تحرير ولا تبادل أسرى ولا أي حاجة. فدي أخفضت الروح المعنوية. رقم اتنين، ان هم كانوا بيعملوا لهم جلسات وقعدات كتيرة، وكان في حد من الكوريين بيقعد في وسطهم علشان يغذي فيهم روح ان هم يتكلموا دايما على سلبياتهم في الحياة. سلبيات الخيانة، سلبيات الغدر، سلبيات الشذوذ، سلبيات اي حاجات فيها شيء من المهانة والكرامة كانت بتتداول. هذه الجزئية انشأت نوع من انواع الاحتقار بينهم وبين بعضهم لنفسهم. ده رقم اتنين. رقم ثلاثة، خلوهم جواسيس على بعض. يعني ايه جواسيس على بعض؟ واحنا عندنا هنا ناس كتيرة جواسيس بالمناسبة. معروف. خلوهم جواسيس على بعض بمقابل مش جواسيس وخلاص، ده بمقابل ايه؟ ممكن يعني يبقى في مقابل وجبة في الأطعمة زيادة، ممكن تبقى علبة سجاير، يعني مقابل زهيد جدا، زهيد جدا جدا. كل ده نوع من انواع الاحتكار كمان. ايوه. يعني اعتقد دي برضو حرب نفسيه عليهم. ما هي دي الحرب. يعني انت جاسوس مش علشان يعني حاجه ضخمه او بتاعه المقابل كبير، لا ده حاجه يعني زايده بالفعل. فضل. فده طبعا وصلهم لحاجه مهمه جدا. حاجه مهمه جدا. ايه هي؟ انه لا امل، ان لا عزه نفس لهؤلاء الجنود. فقدوا حاجه اسمها عزه النفس. رقم اتنين، زاد احتقارهم ليهم ولدولتهم في هذا التوقيت. وبالتالي وصلت هذه الجنود لمرحلة ان مش عندنا امل للحياة. مفيش احنا أمل. مش عايزين نعيش، وهو ما يسمى في علم النفس الموت الصامت. علشان كده عدد الوفيات يمكن تعدى اكتر من الالف، الف ونص، وده كانت حاجة غير مسبوقة بالمقارنة بكل السجون، وبدون سبب عضوي، وبدون اي سبب. بينام بالليل، بيصحى الصبح بيصحوه بيلاقوه مات. ده هو ده الموت الصامت. هذه هي الحرب الشنعاء اللي بيتم. معلومات مهمة دي يا سيادة العميد. هذه هي الحرب الشنعاء اللي دايما بيوجهها الإخوان للشعب المصري مع الفارق في التشبيه. وده مهم، مع الفارق في التشبيه. الشعب المصري شعب جبار، عنده وعي، شعب بيعلم العالم كله حاجات كتيرة جدا. خصوصا في الأزمات. فالنهاردة احنا بنتكلم وبنقول بس يا فندم، يا فندم معلش يعني اسمح لي أقطعك. اتفضل. للأسف في بعض الناس بتصدق الكلام ده وبتروجه. للأسف شيء محزن جدا جدا، وموجودين معانا وعايشين معانا وفي وسطنا وساكنين معانا ما زالوا بيصدقوا الكلام ده. هو انتم ما عندكوش عقل؟ هو انتم ما عندكوش بصيره؟ احنا بنتكلم على انجازات يا جماعه ملموسه، مش بنتكلم على خيال، مش بنقول هنعمل او بنقول السيد الرئيس هيعمل. ده عمل حاجات شايفها انا وانت. الاكاذيب اللي بيتم ترويجها في القنوات المختلفه اللي هي في قطر وتركيا، ايه ده؟ ايه الشيء المقرف ده؟ هو انتم ما عندكوش حاجة حلوة لمصر خالص خالص؟ يعني كلها زي ما حضرتك بتقول سلبيات سلبيات سلبيات. الله. طب انتوا الدول اللي انتوا بتبصوا منها هذا الكلام ما عندهمش سلبيات؟ ما عندهمش مشاكل؟ طبعا مع احترام، مع كامل الاحترام للشعب القطري والشعب التركي، لكن احنا بنتكلم على القيادات في هذه الدول. بالفعل زي ما حضرتك كده نوهت وقلت الكلام ببساطة، وانا برضك بأكد ان الاشاعات ورا اشاعات ورا اشاعات. استفيقوا. أرجو أن حضراتكم تعوا تماما ما يتم قراءته وبثه مع هذه القنوات الخادعة لمصر. على سبيل المثال وليس الحصر، أنا هحط الكورونا نموذج لهذه الإشاعات. نموذج واضح. رقم واحد، شنوا حملة مسعورة على مصر مع بداية، ده أنا هتكلم على سبيل المثال، لكن أنا مش لكن لو أنا اتكلمت ده أنا هقعد برضك يعني فترات كبيرة عشان، لكن احنا هنتكلم على كورونا. في البداية الخاصة بالأزمة قالوا الحقوا، الحكومة لا تستطيع عمل شيء في مواجهة هذا الفيروس. الحقوا، ده ما فيش علاج. خلي بالكم الإحصاءات التي تصدر رسميا من وزارة الصحة هي غير دقيقة. خلي بالكم ان الاسعار هتزيد بشكل غير مسبوق، وهتزيد 4-5 اضعاف. خلي بالكم ان السلع هتختفي. اكاذيب 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 ورا اكاذيب، والحمد لله وده ما حصلش قدام الشعب المصري. بالزبط. هذه علشان كده لازم نستنير بقول، بالرغم ان النقطه دي اصلها مهمه يا سياده العميد اللي حضرتك ذكرتها، ازمه او جائحه فيروس كورونا اللي هي بتجتاح العالم كله. يعني موضوع مش عندنا بس في مصر، ده في كل دول العالم، في الكره الارضيه بالكامل.
والحمد لله ما زالت الأعداد عندنا الحمد لله طبعا بقول يعني هي أقل بكثير جدا من كل الدول، لكن الحمد يعني أنا قصدي أزمة ليست في مصر وحدها، موجودة في كل الدول. برغم من كده بيحاولوا إن هم يستثمروا هذا الموضوع ضد القيادة السياسية. ده بالتأكيد، وده منهج معروف لجماعة الإخوان. وخلينا نستنير برضك، لازم أستنير بقول سيدنا عمر بن الخطاب عندما قال اقتلوا الباطل كرها. معلش أنا لازم أقراها. تفضل. بعد إذن حضرتك. أنا سعيد إن حضرتك بتستعين ببعض هذه الجمل والكلمات المهمة جدا اللي صدرت من بعض القيادات المصرية. يعني ده مهم جدا يا فندم نقوله. عندما قال سيدنا عمر رضي الله عنه قال اقتلوا الباطل بهجره واحيوا الحق بذكره. يعني مش من المفترض ابدا ان انا ابقى تحت طائله الاشاعات والترويج الى الاشاعات. لازم نخلي بالنا من مصدر المعلومه، لازم نخلي بالنا من مصدر الخبر. ارجو ان الناس تبتعد عن التأخن اللا إرادي. ودي مهمة جدا، الجملة دي لازم نحطها بين هلالين. يعني ايه التأخن من غير ما يشعر؟ ان انا هو بيروج لافكار ليا ولاء وانتماء غير عادي لبلدي مصر، ولكن عندما يتم تشهير هذه الاكاذيب من خلال اللجان الالكترونية المختلفة بتاعتهم ممكن اعتقد ان الخبر ده صحيح فابتدي اشيره، فانا بساعدهم على نشر هذا الضلال علما بان انا غير متأكد من مصدر الخبر. لا خليني بقى أنتقل لنقطة تانية مهمة بمناسبة نشر الأخبار، وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، واللي هي من وجهة نظري للأسف الشديد يتم استخدام خاطئ بالمرة مع معظم الناس للأسف الشديد. دورها يا فندم في إثارة الشائعات، دورها في يعني بس السلبية والإحباط عند المواطنين. حضرتك شايف ده ازاي؟ والمواطن اللي بيعمل ده زي ما حضرتك قلت بيشير خبر هو مش عارف مصدره، مش عارف حقيقته، مش عارف الكلام ده صح ولا غلط، وبعدين ده في ثواني يوصل لملايين الناس. ده نقول عليه ايه؟ لازم نستفيق لفئة معينة من الشعب المصري، لكن الشعب المصري الحمد لله في مجمله أصبح على وعي وعلى دراية كاملة لما تقوم به هذه الجماعة من خلال اللجان بتاعتهم الإلكترونية. دائما وأبدا بيتم بص الشائعات والأكاذيب. ولو احنا جينا رجعنا من أول 2013 حتى هذه اللحظة منذ سقوطهم المدوي، ولازم أتكلم على السقوط المدوي ده بعد إذن حضرتك، لازم أخرج في الحتة دي وأتكلم في حاجة. لا تفضل. هذه الجماعة عندما تم وضع بذرتها سنة 23 وأنشئت بالفعل سنة 28 وأقرت، اختلفت مع كل من الملكية ثم اختلفت في عهد جمال عبد الناصر الزعيم الراحل الخالد جمال عبد الناصر وحاولوا يختلوه، ثم اختلفوا مع السيد الرئيس الشهيد محمد أنور السادات وقتلوه، ثم اختلفوا مع الراحل الرئيس محمد حسني مبارك، ثم اختلفوا مع المجلس العسكري خلال فترة تولي حكم البلاد، ثم اختلفوا مع الشعب المصري بالكامل عند اعتلائهم منصة الحكم. وبالتالي هذه الجماعة كانت نهايتهم في مصر، هذه الجماعة كانت بالنسبة لهم هي النهاية النهائية. وننتظر يعني موكب جنازتهم قريب جدا. لا يمكن لجماعة تختلف مع شعب ويكون ليها حياة على الأرض. ده كلام الحقيقة، ده كلام عظيم. وإحنا بنراهن يا سيادة العميد على وعي الشعب المصري، يمكن زي ما حضرتك ذكرت تأكيد. برضو إحنا عارفين الشعب المصري شعب عظيم، عنده وعي، عنده ثقافة. في قلة، ما فيش شك، في قلة في بعض المواطنين للأسف وحتى الآن بيصدقوا هذه الأكاذيب، صح ولا لا؟ وبيصدقوا هذه الشائعات وللأسف كمان بيرددوها. ده يعني إحنا عاوزين يبقى عندنا وعي، عندنا نكون عارفين ايه الهدف من الحرب النفسية زي ما حضرتك قلت، من الشائعات اللي بيتم ترددها. وانا اعتقد وباختصار شديد
الهدف الرئيسي هو سقوط الدولة المصرية. وهل هناك غير وده مش ذلك؟ ممكن يحصل على الإطلاق بمشيئة الله. وهل هناك غير ذلك؟ هذه الجماعة المنحلة المحظورة وزيادة مني المنحرفة دينيا وأخلاقيا المجرمة يا فندم الإرهابية هي جماعة صنفت عالميا بأنها جماعة إرهابية بالتأكيد خلاص انتهت يعني مش محتاجة فهذه الجماعة نعلم تماما ما تقوم به منذ نشأتها حتى هذه اللحظة الكم الهائل من الإشاعات اللي بتصدره دايما في المشهد المصري ده لإشاعة الفوضى ويعني وروح السلبية يعني والإحباط عند المواطن من عدم الاستقرار جوه الدولة المصرية وهز صورة القيادة السياسية قدام الشعب. خلي بال حضرتك أنا لو هتكلم بس على بداية كورونا في شهر 3 تم رصد أكثر من 16 ألف إشاعة صدرت في هذا الشهر تخص كورونا وحاجات زي كده. ولما نرجع لسنة عند الاستحقاق الرئاسي في الدستور الجديد لما طلع علينا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال إحنا بنواجه حرب شرسة من الإشاعات وتم رصد 26 ألف إشاعة خلال الثلاث أشهر في ناس كتيرة وقفت عند هذه الجزئية. النهاردة لما نيجي نبص على شهر مارس بس والرصد اللي عمله مجلس الشعب لهذا الكم من الإشاعات لا يبقى احنا النهاردة ما عنديش يعني فكرة لهذه الجماعة غير إسقاط الدول وليست إسقاط الأنظمة وإلا كان الموضوع انتهى وهدية الأمور في اليمن هدية الأمور في العراق هدية الأمور في ليبيا لا يبقى النهاردة الهدف هو إسقاط الدول. أنا بالمناسبة ديت يعني اسمح لي لازم أحيي مركز معلومات مجلس الوزراء اللي ليه دور عظيم في تفنيد وتوضيح وإحباط كل الشائعات اللي بيتم ترددها. يمكن احنا عارفين انه كل اسبوع مركز معلومات مجلس الوزراء بيطلع تصريح بالشائعة والصح من هذه الشائعة وكيفية تفنيدها وده الحقيقة عمل رائع ما كانش موجود قبل كده علشان برضو الناس تبقى عارفة ان اللي بيحصل ده شائعة لكن الحقيقة كذا الشائعة والحقيقة. لازم نحيي مركز معلومات مجلس الوزراء وطبعا اللي بترقصه الدكتورة نعيم لأن هم الحقيقة بيقوموا بمجهود كبير جدا والمستشار الإعلامي لمجلس الوزراء الأستاذ هاني يونس والمتحدث الرسمي المستشار نادر سعد الحقيقة بيقوموا بمجهود كبير جدا لتوضيح الحقيقة للشعب المصري. ده بالفعل والحقائق دايما لازم تبقى قدام الشعب المصري لازم تبقى دائما وأبدا النور اللي بيضيء الطريق للشعب المصري علشان كده أنا بتمنى أن يكون هناك قناة اسمها قناة الحقيقة أو قناة الحق يتم فيها يوميا بس الأخبار المغلوطة ومنها الأخبار الصحيحة حتى تكون أمام كل المصريين في هذا التوقيت. أكيد يا سيادة العميد ولكن ما زلنا نراهن على وعي الشعب المصري. مصر إن شاء الله محفوظة بالمصريين بإذن الله. أنا الحقيقة سعيد باللقاء بحضرتك سعيد بالمعلومات اللي حضرتك الحقيقة متعتنا بيها وأنا بأكد لحضرتك إن شاء الله مصر محفوظة بمشيئة الله. في نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين لا يسألني طيب. عايز أختم بحتة سريعا تأكيد يا فندم طبعا إحنا بنخاطب المصريين على كلام حضرتك الجميل ده وبنقول في الحديث النبوي الشريف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا فتح عليكم الله مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا فإن فيها جندا خير أجناد الأرض. فقال أبو بكر ولما لا يا رسول الله؟ قال لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم الدين. وعنه قال استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لنا فيها نسبا وصهرا. إحنا في أرض الكنانة هذه الأرض محفوظة إلى يوم الدين. إن شاء الله. أنا آسف أن أنا تدخلت مع حضرتك في هذه الحلقة. في نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين لا يسعني لأتقدم بجزيل الشكر للسيد العميد محمد يوسف عضو الهيئة العليا بمؤسسة القضاء والمحاضر بالمجلس الوطني للتدريب
والتعليم. بشكرك جدا يا سيادة العميد على هذا اللقاء الممتع. ربنا يخلي حضرتك، وانا متشكر جدا يا فندم على الاستضافة. ما زلنا بنقول التباعد، الإجراءات الاحترازية، ناخد بالنا، ما فيش زحمة، نلبس الكمامة عند النزول، عند السوبر ماركت، في السوق، في الاجتماعات، في أي مكان يبقى في زحمة، علشان نحاول بقدر الإمكان نحن نحاصر هذا الفيروس، وإن شاء الله أزمة وتعدي. لكن ده دورنا، مهم دورنا ان احنا ننفذ الاجراءات الاحترازيه عشان نحافظ على نفسنا وعلى اهلنا وعلى كل الشعب المصري. الشكر ايضا لكم اعزائي المشاهدين على كرم المتابعه، والشكر لكل فريق العمل في هذا البرنامج. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم من اراد بمصر سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره وتدميره، اللهم امين. الى ان القاكم في اللقاء القادم بمشيئه الله، لكم مني اطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.